أهلا بكم أصدقاء مجلة علاء الدين. هكلمكم النهاردة عن عالم لقب بصاحب الألف اختراع، وهو توماس إديسون. وهو من أعظم العقول البشرية التي ساهمت في الحضارة والعلم. ولد في 1847 في ولاية أوهايو الولايات المتحدة الأمريكية. وكان إديسون طفل فضولي جدا، وكان بيحب يسأل أسئلة عن الكون وكل اللي حواليه. وبعد كده دخل المدرسة، وبعد شهور قليلة خرج منها بسبب انه كان في مدرس وكان توماس إديسون بيزعجه بأسئلته، فقال له انت فاشل. فبعد كده والدته اخرجته من المدرسة، وقررت ان هي هتكمل تعليمه في البيت. وكملت تعليمه في البيت، وجابت له كتب علمية زي كتاب شكسبير وكتاب تشارلز وكتب علمية اخرى. وشجعه والده على القراءة، وان هو كان يقرأ كتير علشان يبقى مثقف. وقرأ كتير توماس إديسون، وكان على كل كتاب بيقرأه كان والده بيجيب له عليه مكافأة. وبعد من كتر القراءة اللي كان بيقرأها إديسون، كان عايز يفتح مختبر في بيته. فتح مختبر في بيته، وفعلا والده ووالدته ساعدوه على كده، وجابوا له انابيب وبطاريات ومواد كيميائية. رغم ان كان في انفجارات صغيرة بتحصل وتسريب المواد الكيميائية، ما كانوش بيقفلوا له المختبر. وجات له فكرة هو صديق لي ان هما يطوروا في التلغراف اللي عمله سامويل مورس عام 1832. وفعلا بس الفكرة دي ما نجحتش من اول مرة. بعد محاولات كتير تم إرسال واستقبال إشارات على التلغراف. وبعد كده درس توماس إديسون في الكهرباء، واخترع آلة لتسجيل الصوت، وأخبر المساعدين بتوعه إن هو يعمل آلة بتتكلم. فالمساعدين سخروا منه وضحكوا عليه، قالوا له انت مش هتقدر تعمل كده. بعد كده فاجئ إديسون العالم كله بأول آلة لتسجيل الصوت للأصوات. لكن بقى كانت قصة المصباح الكهربائي كانت خاصة شوية على إديسون، لأن كانت والدته عندها مرض. فبعد كده قرر الدكتور إن هو يعمل لها عملية جراحية، لكن الضوء ما كانش كافي علشان يقدر يعمل العملية، واضطروا إن هما يستنوا الصبح علشان يقدروا يعملوها. في الوقت دوت كان إديسون بيخوض 99 تجربة فاشلة، وكان في كل واحدة فيهم كان بيقول عظيم، لقد أثبتنا أن هذه التجربة لست تنفع مع الاختراع التي أحلم به. وفي عام 1879 أنار إديسون أول مصباح كهربائي بينور 45 ساعة. في الحقيقة ملحوظة كده عايزة أقولها لكم، ان مش إديسون هو مش مخترع المصباح الكهربائي، إديسون طور فيه، لكن في علماء كتير اشتغلت على المصباح الكهربائي. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، ويا رب تكونوا استفدتوا، واشوفكم في حلقه جديده. سلام. علاء الدين، مجله اطفال مصر واطفال العرب. رئيس مجلس الاداره عبد المحسن سلامه، رئيس التحرير حسين الزناتي.